صباح الخير لكم مشاهدينا منين ما كنتوا عم بتتابعونا بهالحلقه الجديده من ام تي في لايف. مع بدايه هذا الاسبوع بدي اتمنى يكون مليء بالنشاط وبالانتاجيه، وكمان ما بدي انسى عيد كل اللي بيحملوا اسم القديسه ريتا بعيد اليوم. بحلقتنا لليوم عم نتابع مع فقرة إيت سمارت ومعنا رندا فهد. رح نحكي اليوم عن مرض السيلياك، أكيد في نصايح جديدة لكل الأشخاص يلي عم بيعانوا من هذا المرض، وعنا كمان أكيد الخبرية اللي عطول بتجيب لنا إياها رندا، وعنا سؤال المشاهدين. هاي، صباح النور، كيفك؟ كتير منيحة. كيف مبلش أسبوعك؟ بلش أسبوع كتير منيح. هاي، أسبوع مبارك، وبتمنى أسبوع مبارك لكل اللي عم يحضرونا كمان. اليوم عندنا مثل ما قلتي حلقة حافلة. رح بالي اذكر المشاهدين يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وبتابعوني. من اكثر الاسئله اللي توجهت لهذا الاسبوع من اكثر من شخص هو سؤال على الشوفان، لانه في حدا كان طلع شخص وكان عم يحكي احاديث كثير ضد الشوفان وقد هو بيأذي وما بيسوى ومش منيح، ونحن بنعرف انه كثير عالم هي بتعتمد باكلاتها على الشوفان، فالسؤال كان هو هل الشوفان هالقد مضر او هل الشوفان منيح مثل ما انتم بتقولوا؟ اليوم رح اوضح كم شغله عن الشوفان. اولا الشوفان هو جرين، واحد من الحبوب اللي نحن لازم ناخذها، ولازم ناخذها خصوصا لانها بتحمي القلب. بالشوفان في عندنا البيتا جلوكان اللي هو بيحمي القلب. شوفان كمان هي حبه كامله، سو مش ضروري نقول شوفان حط بالقشره او بالقشره، هو اوريدي حبه كامله، وبنعرف هالشيء قد مهم للجسم، قد مهم للمصران كمان وللقلب، فبعدنا انه شوفان شغله كثير صحيه. هلا كمان اللي بدي اقوله انه الناس اللي اجمالا بتاكل شوفان هي بتاكل صحي، يعني وقت يكون عم ياخذوا شوفان مع الحليب او اما الاوت ميل بيكونوا عم يطبخوه بيزيدوا له بذور او بيزيدوا له مكسرات او بيزيدوا له فاكهه، فهون كمان خليهم ياكلوا صحي. فهيدا النطاق الصحي اللي نحن بنحكي فيه على الشوفان. طبعا الشوفان بيحتوي على فيتامينز مثل البي 1، بيحتوي على المنغنيز، فاذا بعده وبعده كل هالشيء كثير مزبوط. طيب شو هو هيدا الفيديو اللي عم يتنقل؟ هيدا الفيديو عم يحكي عن الشوفان انه هو فيه فايتات، والشوفان قديش هو بيعمل انتفاخ بالبطن، والشوفان قديش هو يمكن بيزيد بالوزن او بجوع الى اخره. انا اللي بدي اقوله انه نحن وقت نقول الشوفان هو من الجرينز اما الحبوب، يعني كل 3 ملاعق منه هن بيعملوا 30 جرام، هي حصة من حصص الحبوب. فإذا الشخص بيجي وبياكل كوب أما كوبين شوفان، بالإجمال كوب بياخد شوفان الإنسان، وقت ياخد كوب يعني هو أخذ 3 حصص، يعني مثل كأنه أخذته 3 أبعاد من أبعاد القمح الكامل. فإذا هون شخص بيقول لي إيه أنا أكلت شوفان وزاد بالوزن، ما أنت ما زدت بالوزن لأنه أكلت شوفان، لأنه كترت من تناول الشوفان. فهيدي شغلة. بعدنا عم نقول إنه الشوفان بيحتوي الالياف، ففي اشخاص وقتها تاكل الياف زياده عن اللزوم كمان هيدا الشيء رح يؤدي انه تعمل نفخه، فاذا هون انتم لانه كترتوا رح تعملوا نفخه. ثالث شغله قضيه الفايتات، مزبوط الفايتات موجوده بالشوفان، ولكن هي موجوده بالمكسرات، هي موجوده بالبقوليات، موجوده بالفول والفاصوليا والحمص. وقت يكون عندنا ماده الفايتات، هيدي الماده ما بتساعد امتصاص، خصوصا الحديد لنقول امتصاص الكالسيوم، يعني كترتها امتصاص بالدور. الزنك ما بتساعد الامتصاص، فاذا اكيد الكتره. ولكن احنا هون شو الفايتات وقت نحن، طب ساعتها ما بناكل فول، ما بناكل فاصوليا، ناخذهم. هن فيهم فايتيز بيمنعوا امتصاص جزء معين من هولي، ولكن الباقي الجسم رح ياخذهم. هي واحد. رقم اثنين، نحن وقتها ننقع دائما النقع بيكون عم يكسر هالفايتيز وبيساعدنا نكون نحن النقع والطبخ، نكون عم ناخذهم ويصير في امتصاص بالجسم. بعتقد من هيك نحن عم ننقع هالحبوب. طيب الشوفان شو بنعمل؟ بننقعه؟ اكيد الشوفان كمان بينقع، وهو الشوفان اذا ما انقع اما ما انطبخ رح يكون شوي قاسي، فبطبيعه الحال هو بينقع اما بينطبخ. فاذا ما بدي تخافوا منه، بعده اكل صحي مثل ما نحن بنقول، بس مثل ما دائما بنقول دائما الاعتدال والكميه أكيد المضبوطه لنا. شو الخبريه لليوم؟ خبريتي كمان هلا موسم الاشخاص كثير بيعانوا منه هي النفخه.
دائما دائما بنحكي عن النفخه، وانا بحكي كثير على الفود ماب وكيف نلتجي لها عن طريقه نطلع على الفود مابس شو الاشياء اللي هي بدنا نبتعد عنها. خليني اليوم احكي عن شو الاشياء اللي هي فيها تفيدنا وناكلها حتى تساعدنا كرمال النفخه. من احد الاشياء اللي نحن بتفيدنا هي الافوكادو. دايما بدي احكي اذا شغله بتحتوي مي، اذا بتحتوي البوتاسيوم، هول انواع بنقول لهم الكترولايتس، هن بيساعدوا حتى يشيلوا الملح بالجسم، ونحن كل ما ظهرنا الاكسترا ملح من جسمنا هيدا بيساعد، من احد الطرق اللي بيساعد على النفخه. سو هيدا من ميله معينه. والميله الثانيه شو نحن بناكل، بيكون في بروبايوتكس، وكيف نحن بنغذي البروبايوتكس بالجسم كمان بيساعدنا ضد النفخه. سو هون انا عم بحكي بس على هالبارت من النفخة وعلى هو شو اللي بيفيدنا. فإذا بحكي على الأفوكادو لأنه بتحتوي البوتاسيوم، فإذا دايما البوتاسيوم عالي بكب شوي الصوديوم أما الملح الأكسترا. والألياف، لأنه الألياف هي رح تساعد، هي بريبايوتكس، رح تساعد هالبكتيريا الجيدة تعيش عليها، وقت يكون في بكتيريا جيدة بالمصران ساعتها المصران رح يكون مرتاح. تاني شغلة بدي أحكي عنها، تاني أكلة هي الحامض. الحامض هون صحيح هي حامضة، ولكن تعمل بالمعدة موقع منه أسيدي، سو بتخلي الـ pH بنقولها تبع المعدة بشكل مظبوط لحتى يخلي الهضم بطريقة مظبوطة وما يؤدي إلى كمان النفخة. كمان بحكي على الجريب فروت. الجريب فروت كمان بتحتوي على الانزيمز، الانزيمات اللي هي بتساعد على الهضم، ودائما نحن وقت يكون هضمنا مزبوط كمان هيدا بيساعد انه ما يكون في عندنا. يعني هالشيء بينطبق على كل انواع الحمضيات؟ اجمالا الحمضيات ايه. الجريب فروت الانزيم بحد ذاتها، بس الحمضيات اللي هي مثل الحامض، اما الاشياء اللي هي حامضه مزبوط هي حامضه، هي اسيد بس بالجسم بتشتغل بالطريقة اللي هي مش أسيدك. كمان بحكي على نوع من الخضرة اللي هي مثلا الجزر، الخيار باردون. الخيار بيحتوي على كثير من المي وعلى هول الالكترولايتس اللي عم بحكي عنهم، بيساعد ضد النفخه دائما باعتدال. بحكي كمان على الكرافس، وبحكي كمان على الفنل، كمان الشبت بيقولوا له، كمان هول معروف قديش هن بيساعدوا على اعطائنا، بيرطبوا الجسم، فيهم كثير مي وبيساعد. في عنا السبايسز، بعد اخر شغله بدي احكي عنها، وقت نسمع على الترمريك، وقت نسمع على الزنجبيل او على الكمون، الاشخاص اللي بيعرفوني بيعرفوا كثير بوصف كمون، هول بنقول لهم كارمناتيف. كارمناتيف يعني بيشيلوا الغازات من المصران، فهيدا بيساعد كمان ضد النفخه. اليوم اعطيت شو لازم ناكل، شو الاشياء اللي بدنا نفوتها بضمن اكلنا، لانه هالشيء رح يكون عم بيساعدنا كرمال نريح مصراننا من هالشيء. حتى لو كانت النفخه يعني بي بي يعني مش انه مش على طول مرافقتنا، إيه حتى لو كانت مره نحن حاسين من النفخه، وهدول الاشياء بيساعدونا، هول اصلا بيساعدوا كثير صحيه. هلا انتبهي لورا، في عندنا كثير اسباب للنفخه، والمشاهدين بيعرفوا انا كثير بحكي عن هالموضوع، لانه كثير بشوف اشخاص بيعانوا بعيتة. على كل حال بعد ما صار عندنا الكوفيد، من وراء الكوفيد صارت مشاكل النفخه حتى عم تنزاد، فاذا عندنا كثير علاجات لها. بس اليوم حبيت اذكر شيء بسيط، هو هالكم اكله اللي فينا نرجع نفوتهم باكلتنا وبيكونوا عم يساعدونا. رح ننتقل لموضوع مرض السيلياك. نحن بدنا نقول انه هيدا الشهر، شهر ايار، هو مرض التوعيه من شهر التوعيه من مرض السيلياك. شو النصائح الجديده اللي نحن نقدمها للمرضى كرمال يكونوا عم يرتاحوا، يمكن لانه كثير مزعج وكثير يمكن بشربك الحياه؟ اكيد. هلا نحن وقتها نحكي سيلياك، لكن عم نحكي هون على مرض، على مرض هو اوتو اميون، اللي هو جهاز المناعة بيكون في تشربك فيه، بيصير في مشاكل بالاي جي ايز، بيصير في مشاكل بالمصران، حتى المصران اللي بنقول لهم الفيلاي، يعني هول النتوءات اللي بتساعد على امتصاص المعادن والفيتامينز، ببطلوا موجودين، فساعتها الجسم ما بيعود ياخذ الفيتامينز والمعادن. هلا نحن هون اليوم بدي احكي على كم شغله، لانه انا كمان بكثير حلقات حكي على شو بناكل شو ما بناكل. اهم شيء هون بدي اقوله انه نحن الابتعاد علاجه هو عن طريق الاكل، ما في علاج. وقريت كثير بهالفتره انه عم يصير في كثير ابحاث ليقدر يصير في علاجات يقدروا ياخذوها الاشخاص، وهي
هذا الشيء بيريح لهم شوي حياتهم لانه بصيروا شوي يقدروا ياكلوا هيك وهيك، بس ابدا منه موجود. فنحن العلاج هون هو بطريقه الاكل، طريقه الاكل اللي هي ما بنحط فيها ابدا جلوتين. فاذا الجلوتين اللي هو موجود بكل انواع القمح والكسكس واللي بنقوله السميد، هول موجود فيهم الجلوتين، الجلوتين الموجود بالجودار اللي بنقوله الراي، كمان بالشعير كمان ممنوع، الجلوتين اللي موجود بالسبلت بالتريتيكال، هول كلهم انواع من بنقولهم حبوب يعني بالانجليزي اللي هن موجود فيهم الجلوتين، اللي نحن بدنا نكون والبرغل منهم بدنا نكون ضروري نكون عم نبتعد عنهم. هلا اللي بدي اقوله كمان انه نحن مرض السيلياك في يصيب الصغار بالعمر وكمان في يصيب الكبار، يعني احنا فينا ككبار نكون عم يصيبنا. يعني اللي بيصيبه على كبر هذا المرض بيكون اجى فجاه ولا بيكون معه من هو صغير واكتشف على كبر؟ مش معقول شو مهم هالسؤال، لانه فيكون هيك فيكون هيك، فيكون من قبل من قبل موجود، ولكن الشخص بحس حاله انه انا كل ما اكل خبز بضايقني القمح، فجاه بيكون هيك زايح عنهم هالاكلات لانه هن عم بضايقوه، فساعتها هون هو رح اكثر يكتشفوا وقتها يرجع يفوت هالاكلات عنده. هلا اذا كان عندنا موجود عند الصغر، يعني رح ارجع هون يكون بس دقيقه اكثر، موجود عند الصغار، نحن هون رح الصغار يكون عندهم مشاكل ببطنهم، يكون عندهم دايريا، يكون عندهم انتفاخ، يكون عندهم فقر دم، وإذا ما تعالج رح يصير عندنا مشاكل بالعظام بيؤدي إلى أوستيوبوروسيس، مشاكل ما بعد في الإمرأة البنت ما بعد يقدر يجيب أولاد، مشاكل بالأطراف تبع الجسم، يعني مشاكل بجهاز النيرفس أما العصبي وإلى آخره، مشاكل سرطانية معينة. فإذا العلاج هو كتير كتير مهم، والعلاج هو بالجلوتين. هلأ كأولاد صغار أكيد الأهل رح يشوفوا أو عارض أما اثنين أما ثلاثة أما أكثر، فإذا الأهل رح ينتبهوا أنه في شيء غلط، وهون الطبيب بيوصف أول شيء فحص دم، وبعدين بعد فحص الدم بيشوفوا ضرورة أنه يعملوا الاندوسكوبي. من هيك سيستم الأكل ببلش تدريجيا كرمال نقدر نكتشف إذا هالولد عنده حساسية معينة؟ لا بالسيلياك مش تدريجي ابدا، وقت نعرف انه في سيلياك قبل ما نعرف، لا ما فينا، ما هيدا هون منا انتولرنس ضايق اما ما ضايق، لا ما بنغير له باكله، ليش لو عم كون يعني نحن فجاه رح نكون عم نعرف انه هو معه سيلياك وخلص، يعني رح نقطع له كل شيء، نقطع له دغري كل شيء. ليش بدي ارجع اجاوب على هالسؤال بالتحديد؟ لانه نحن ككبار فينا نكون هلا ما طلع عنا المرض نحن وصغار، صار عنا المرض نحن وكبار. طيب ليش ما كنا حاسين فيه انا وعمري 25 حسيت فيه بال 26 او 27؟ لانه انا كنت موقفه الاشياء اللي فيها جلوتين واعمل فحص وما يبين شيء، بس انا لو كنت عم باكل جلوتين كان بين. اوكي. ولجاوب لانه هذا سؤال كثير مهم، انه انا كثير اشخاص هلا عم يقولوا لي انه نحن كان عندنا مرض السيلياك وبطل عندنا اياه وصار فينا ناكل شو ما بدنا. معقول؟ ولا ممكن ابدا، ولا ممكن. بس اللي بيصير انه انتم يمكن عملتوا هلا الفحص لانه لكم كذا سنه موقفين الاشياء اللي هي بتحتوي الجلوتين، فمصارينكم منيح، فعملتوا الفحص اكيد رح يبين انه المصان كثير منيح والانزيمز منيح والانتي بوديز منيح الى اخره، ولكن وقت نبلش نحن نفوت معه مع الاشياء اللي هي بتحتوي جلوتين، لا رح يرجع تنتبهوا شو صار بالانتي بوديز تبعولكم، ورح تنتبهوا انه لا رجعنا للزيرو. هلا المنيح انه اذا رجعنا لزيرو ورجعنا انتبهنا بيرجع الجسم بقلع. كمان هون بدي احكي عن شغلتين كان اليوم، انه نحن في امراض معينه لازم تلفت لنا نظرنا انه نحن معقول يكون عندنا السيلياك، في المرض مثل الداون سيندروم، في عندنا دايابيتس تايب 1، فيكون هيدا هاند ان هاند معقول يصير السيلياك. فاذا هون الطبيب وقت يكون في امراض معينه والشخص عم يحس بعوارض السيلياك دغري لازم يطلب له يعمل الفحوصات. هلا المشكله بالسيلياك ونحن بنقول للاهل شو يعملوا خصوصا ولا الاشخاص شو يعملوا، ولكن اكبر مشكله بتكون بوقت بدهم يروحوا على المطعم. رح مشان هيك اليوم قلت بحكي عن الكبار، وقبل ما نروح على المطعم اهم شيء نشوف نحن المنيو،
بقلب البيت. هل رحنا على مطعم؟ اكيد يا ريت في مطاعم كلها بتعطي الاشياء اللي هي جلوتين فري، ولكن احنا معظم المطاعم عندنا ما في، كثير قليل عندنا مطاعم اللي بتعطي الاشياء اللي ما بتحتوي الجلوتين. فهون انا ما في اروح على مطعم اللي هو بيتزا وباستا يعني الايطالي وصير بلش اقول بدي وما بدي، ما هون رح يصير في شيء اسمه الكروس كونتاكت. فاذا المطاعم اللي بدي اروح لها اكثر بدي انتبه اذا فيها مطاعم شوي السمك، شوي الحمات الى اخره. وهنيك هيئتنا رح اعمل حلقه كامله لورا شو بدنا نطلع وشو بدنا نطلب وشو بدنا نتاكد اذا موجود اما لا. اكيد رح هلا اذا عندي وقت بلش احكي على كم شغله، ما بعرف اذا في او نحن وقتنا خلص رح نعمل حلقه ثانيه بما انه هذا الشهر هو شهر التوعيه، واكيد كمان نصايح المطاعم كثير مهمه لانه اكيد في كثير ناس عم بيواجهوا هيدي المشكله. شكرا لك لليوم، واكيد بنتابع الموضوع بحلقه لاحقه. بريك وبنرجع.